السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معايا تشكيلة كبيرة جدا من الأرانب، أرانب شنشلة اللي قدامكم دي، وأرانب فرنساوي، وأرانب بلدي، وجميع أنواع الأرانب. بصراحة تربيتهم جميلة جدا وسهلة. أول حاجة الأرنب ده، انت بتجيبي جوز أرنب عبارة عن ذكر وانتاية، بيجتمعوا مع بعض، وبعد كده بيحصل ما بينهم معاشرة. الانتاية بتحبل، وبعد 20 يوم بالظبط بتودع اطفالها، بتولد من 4 ل 12. الشنشلة طبعا فرصها في كمية المواليد الارانب الصغيرة اكتر، ممكن تجيب 12 ارنب. هي على طول بتحبل من النوع اللي بتحبل، وعلى طول اليوم اللي بتولد فيه بتعشر فيه. بسم الله ما شاء الله انتاجها حلو جدا. بالنسبة لأكل الأرنب، الأرنب له علف مخصص، علف الأرنب ده بيجي علف عبارة عن علف طويل كده معمول بطريقة مخصصة للأرانب. ده بياكلوه أول ما بيطلع، أول ما بيطلعوا طبعا بيرضعوا بعد 15 يوم بالظبط رضاعة، بيبدأوا ياكلوا من العلف ده. انت لو عندك برسيم برضو جميل جدا بيغذي الارنب، بس له مواعيد، ما ينفعش يتاكل وهو عليه الندى عشان خاطر ممكن يعمل تلبك معه للارنب. ده اول شيء. ممكن تجيبي البرسيم ده وتنشفيه، اسمه داريس. الداريس ده برضو بياكلوه حلو جدا. في اكل تاني، لو عندك عيش ناشف بتحط العيش الناشف قدامهم زي ما هو كده، هما بيفضلوا يقرقضوا فيه وياكلوه. عندك جزر، بس بعيد عن الحاجات اللي بتنفخ عشان هما ما بيستحملوش، يعني زي لو عندك كرنب، في ناس بيحطوا الكرنب ممكن الارانب تموت. وليهم الارانب ما بتحبش الحم، الجو ما يكون حامي جدا ما بيتاقلموش معاه، بيموتوا وبيفرهدوا. الارانب لازم تنضفي تحتهم كويس جدا، عشان لو ما نضفتش كويس بيجي لهم جرب، والجرب ده بيظهر في ودانهم، بيظهر على هيئة كده قشرة بيضة، له علاج وممكن الأرنب يموت فيها. على طول تنضفي المكان. لو انت عندك مثلا الأرنب البلدي بيفحر تحت الأرض، لو انت عندك بوكسة بتحطي فيها الأرانب، البوكسة دي حلوة جدا بتنضف الأرانب. انت بتحطي لها جردل من فوق وماشية فيها خرطوم بيشربوا منها، وفيها علفات بتحطي فيها العلف، وتحت بتبقى منها مشمع كده، انت بتعملي تحته جردل بينزل كل الحاجات اللي بيعملوها، الحمام، البراز بتاعهم، وبتنظفي اول باول عشان الارنب تبقى نظيف. ولو الجو عندك متلج جدا لازم برضو تدفيهم، تقفلي حلو عشان خاطر بيموتوا في الشتاء البرد القارس، وبيموتوا في الحر، يعني لازم الجو يكون مظبوط لو انت عايزة تربي ارانب. لو انت عندك مكان في الدور الارضي مثلا او حوش، الاماكن دي بتبقى حلوة جدا، بتبقى رطبة، مش الشمس مش بتبقى موجودة عليها قوي، او السقعة برضو ما بتلطهاش. لكن انت لو بتربي مثلا في اماكن فوق السطوح، في عشش، في حاجات زي كده فوق، لازم تقفلي المكان كويس جدا عشان الحرارة وعشان البرد برضو في الشتاء. البرسيم انت بتأكليهم برسيم في الموسم بتاعه، حاولي على قد ما تقدري تعرفي البرسيم ده يكون مرشوش ولا لأ، عشان لو مرشوش غلط ياكلوه الحشايش. بياكلوا زي ما انت شايفة كده اي خضرة عندك بياكلوها، بيحبوا الخضرة جدا. ده لو انت عندك مثلا طبيعة او خضرة كتير وكده. لو انت بقى مش عندك بتجيبي لهم العلف، العلف اللي انا بقول لك عليه، علف الارنب المخصص، الكيلو، والكيلو فيه مش غالي يعني، حلو جدا بيغذي الارنب. الكيلو من 3.5 حسب نوع العلف. في انواع حلوة جدا الامام، يعني مش اي نوع تجيبيه. في ارانب بتوصل معاكي 6 كيلو امهات في 6 شهور، ده بالوزن. وفي ارنب معاكي بيجيب معاكي الذكر والنتايه، ممكن يجيب معاكي 400 جنيه الذكر والنتايه لو بدها تشتري. يعني ارنب نوع حلو ده، في فرنساوي اللي هو الابيض وعينه حمراء، الشنشلة اللي هو الرصاصي ومنه البني ومنه الطحيني. في بلدي بقى، نوع بلدي اللي هو بيولد بقى بيفحر تحت الارض. دي انواع كتيره من الارانب، بس اغلبيه الارانب كلها اكلها واحد، وحلوة جدا طعمها لذيذ ولحمتها خفيفة. لو عندك اي حد
عيان او ما بيستحملش اللحوم. الحاجات دي الارانب دي للعيانين دواها حلو جدا وطعمها حلو ولذيذ وانتاجها جميل. لو بدها تعملي مشروع منها وتفتحي مشروع هيكسب معاكي، عشان خاطر هو اساسا بتولد يعني كل 20 يوم بتولد انتاجها حلو بسم الله ما شاء الله لو انتي ولدتها حلو. والارانب ده في ثانية على 15 يوم بتلاقيها بدأت ايه تكبر بقى خلاص تاكل، على 3 شهور او 2.5 شهور ممكن تذبحي منها وتبيعي حسب الغذاء اللي عندك ونوع الارنب. وحلو جدا، والبرسيم بيجيب معاكي الارنب بسهولة، بيجوا معاكي على طول. والعيش الناشف مع الموالاه، وبتحط لهم بيشربوا ميه باستمرار، اتوليهم برضو من الصيدليه البيطريه تجيب لهم علاج، في علاج مخصص للارانب عشان خاطر الفيروسات وفيتامينات. فيتامينات ده مخصصه للارانب، ده كل شيء. وتربيه الارانب تربيتها يعني سهله جدا جدا ومشروع اكتر مشروع مربح هو والحمام، وبيجيب فلوس كتيره قوي وكويس. وربنا يرزق الجميع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهو الارانب كمان بتاكل شيبسي زي البني ادمين، وحاجه ساقعه حاجه حلوه يعني. يلا سلام عليكم، واستنوني في فيديو اخر، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وانا هجيب لكم كل جديد ان شاء الله. سلام عليكم.